مصر لأن يستعيد الكرة، ما قدر عليها، مقطوع الكرة بعد ذلك، فرصة للريان، فرصة للريان، فرصة للريان، عرضية مصطفى عبد المحمد، جول أول للريان، جول أول للريان، جول أول للريان من عبد المجيد الديري. تابع الكرة بنجاح واستقبل الشوط الثاني بهدف، أول هدف جميل لكن المتابعة أجمل، المتابعة أجمل، الكرة العرضية، الهدف هدف جميل في المتابعة، لكن شوف اللقطة مرة أخرى، المتابعة أتت من اللاعب عبد المجيد الديري. 1-0 المتابعة في الجهة اليمنى لمصلحة الريان، مقطوع الكرة بعد ذلك، مرة أخرى ملعوبة طويلة للأمام، هروب هروب، جول تعادل، جول تعادل، جول تعادل، الله، ضيع الأولى وجاب الثانية وبأحلى شكل، ضيع الأولى وجاب الثانية وبأحلى شكل، أحمد الشمري يسجل هدف التعادل ويسعد خالد خيري. 1-1 الأهداف تأجلت للشوط الثاني، الأهداف تأجلت للشوط الثاني، خروج كان من حارس المرمى محمد الجاسر، كان متسرع في خروجه من المرمى، شوف اللقطة مرة أخرى وشوف أحمد وضعها وضعها من فوق الحارس، من فوق الحارس حطها مسجلا التعادل وهدف التعادل لتعود المباراة إلى نقطة البداية، هدف مقابل هدف للرهيب. كرة في الجهة اليسرى، عرضية من ناصر عالية بالراس، وجول ثاني، وجول ثاني، من اللي كان عنه الكلام والحديث فهد خلفان. 2 للريان، شوف الكرة العرضية من ناصر، فهد خلفان بالراس، 2-1 2-1 هدفين مقابل هدف، ستكون عندها أو ستأتي لها الخبرة الكافية. الآن فرصة لمصلحة الريان، الله، على ركنة، على وضعية فنان، على تسديدة فنان، شاف الزاوية، شافها عبد الهادي، يسجل الهدف الثالث والثاني الشخصي، عبد المجيد الديري، عبد المجيد وليس بعبد الهادي. شوف اللقطة مرة أخرى، شوف المحاولة، يا عيني يا عيني يا عيني، عبد المجيد الديري يسجل هدف، يسجل هدف الثالث والثاني الشخصي، بتسديدة فنان ووضعية فنان، مسجل هدفين وعنده صناعة كانت